يعني تحديدا ما تم ذكره في التقرير هو جزء من ما يحدث في لبنان. اليوم التركي له تواجد بشكل متزايد على مستوى الجمعيات الثقافية وتحت مسميات متعددة. هلأ يعني صراحة اليوم من يتابع المشهد اللبناني يجد، أنا حسب تقديري يعني، أن هناك تطور كبير ومتزايد لهذه الجمعيات أو حتى لمجموعات أخرى تنشط في الفلك التركي، وهذا أمر يعني بتقديري بديهي نظرا للسياسة التوسعية التي ينتهجها التركي سواء في لبنان أو في باقي الدول، حتى في سوريا، في العراق، في ليبيا الأمر بيت واضح للعلن، وأن هناك مصالح جيواقتصادية وجيوسياسية، ونحن نقترب من العام 2023 وانتهاء مفاعيل معاهدة لوزان. هلا هناك وجهة نظر أخرى حسب تقديرنا. نعم. اليوم بات الدور التركي يتطور من دور ثقافي أو من غطاء ثقافي إلى حسب تقديرنا جزء من الدور الأمني. هذا الأمر يعني يعود إلى فعليا الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، يعني عندما يتحدث وزير الداخلية عن هذه المعلومات أنا يمكن لي أن أقول بأن هذا المصدر مؤكد 1000%. فإذا أردنا أن ننظر إلى مفاعيل المشهد اللبناني، خليني أعطي مثل، يعني لا أجزم ولكن مثل. إذا نظرنا إلى مثلا دخول بهاء الحريري إلى الساحة اللبنانية، بهاء الحريري شقيق الرئيس الحكومي السابق سعد الحريري. نعم. بهاء الحريري اليوم يدخل إلى الساحة اللبنانية وبعد هذا الأمر علني. مسير أعمال بهاء الحريري ومسؤول المنتديات هو نبيل الحلبي، الناشط الحقوقي أو تحت مسمى الناشط الحقوقي. نبيل الحلبي اليوم موجود في تركيا، وطبعا بهاء الحريري لديه قدرات مالية كبيرة، فقد يكون جزء أو سيناريو من هذه السيناريوهات مثلا يتعلق بنشاط بهاء الحريري. سيناريو آخر قد يكون يتعلق بنشاط الاستخبارات التركية في هذا المجال، وهنا نتحدث عن أمر خطير جدا. يعني إذا كانت هذه الأموال تأتي لفرضية تمويل مجموعات مسلحة وشراء سلاح في الداخل، تقصد $4 ملايين؟ طبعا. نعم. إذا كانت، لأن الوزير لم يجزم ما هي الوجهة، وأنا بتقديري الوزير يعلم ما هي الوجهة ولكن لم يعلنها، لأنه عندما تتحدث عن وصول هذه الأموال نحن نعلم بأن الأجهزة لديها، عندما يتحدث عن تطبيقات واتساب وما إلى ذلك، يعني أن الأجهزة أوقفت ناس لديهم معلومات وتم الحصول على معلومات وتم الحصول على أن هناك أموال ستأتي وما إلى ذلك. طيب القوى السياسية والأمنية في لبنان كيف ممكن أن تتعاطى مع هذه المحاولات التركية للتوغل في الداخل اللبناني؟ أنا أجزم بأنه لا يوجد أي غطاء أمني، لا يمكن أن أقول سياسي، ولكن أنا أجزم أنه لا يوجد أي غطاء أمني لهذا الأمر. يعني الأجهزة الأمنية في لبنان بتقديرنا اليوم هي على مستوى متقدم، هي غير مخترقة من النظام التركي، فلذلك تم إيقاف العديد من العمليات. ربما فضحت أحدها اليوم، ولكن هناك عمليات أخرى تم إيقافها، من عمليات إدخال أسلحة مثلا فضحت الخميس، تم إرسال أسلحة من إدلب إلى طرابلس وتوقفت هذه الشحنة وتم إلقاء القبض على الشحنة والمهربين. هذا جزء يعني، فلذلك أنا أقول على المستوى الأمني لا يوجد هناك خرق أمني، ولذلك نحن حتى الآن نعيش في الإطار السليم، وعمليات الرصد مكثفة للتحركات التركية في الداخل اللبناني، دون ننكر بأنها باتت موجودة ومتقدمة، من عمليات ارسال السلاح وعمليات ارسال الأموال، ارسال السلاح والأموال. ويمكننا ان نقول بانه يمكن ان يكون هناك بالاصل حتى اشخاص، يعني عندما من يرسل الأموال والسلاح يرسل الاشخاص، دون ان ننسى ان يوجد بيئة حاضنة لجماعة الاخوان في لبنان، هذا امر لا يمكن لاحد ان ينكره. طيب. خاصة بانه الساحة السنية تفتقر اليوم الى قيادات سنية تنتشل الواقع السني مما هو عليه. يعني نرى أن لدى الشيعة
منظومتين، منظومة حركة أمل وحزب الله. وقد تكون هناك محاولات للنظام التركي لاستغلال هذا الأمر بنعم أو لا؟ من المؤكد، من المؤكد أن هناك، ليس نعم أو لا، من المؤكد أن هناك محاولات باتت تنفضح، يعني فضحت شحنة الأسلحة وفضحت طائرات الأموال، ولكن أنا أعتقد بأن هناك أمور قد مرت، ويمكنني أن أجزم لكم بأن هناك أمور نحن نعلم بها أنها فضحت وتم مصادرة الأموال والأسلحة بأماكن أخرى لم تعلن يعني. جزيل الشكر. ولكن اليوم الوزير أعلن عن هذا الأمر، فيبدو أن الأمور باتت في مرحلة متقدمة. طيب، في الحقيقة أنا أعتذر لضيق الوقت. من بيروت الدكتور زكريا حمودان، خبير بالشأن الإقليمي ومدير المؤسسة الوطنية للدراسات والإحصاء، جزيل الشكر.